والله فيكم مشاهدينا في هذا مكانك، المكان اللي يجمع ناس مميزين على طاولة واحدة. واسمحوا لي مع الرقص نقدم ضيوفنا. يا هلا والله، بطلة الذهبية رفع الأثقال دلالة المؤمن، أستاذ المزاج وصانع الكيف. يا سلام، إيش الحركات هذه؟ لا هذه بلا تماثي. أستاذ المزاج وصانع الكيف عبد الله العقل، يا هلا والله. شوف حركات عبد الله، عذب الكلام وسحر الألحان، عزيز سليم يا هلا. الفنان المتوهج وجاذب الأضواء، ما شاء الله عليه، ثقب أسود، سيد سويدة يا هلا والله. أما مشاهدينا، المطربة المتألقة في سماء الوطن العربي، الله يا هلا يا هلا يا هلا، عجل الله 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 الله، لا لا دخلة ملكية هذه. يا هلا وسهلا، نورتونا. يا هلا والله، نورتونا. لا بس دخلت جدال حقيقة. قبل ما نبدأ حلقتنا اليوم مع نجومنا طبعاً وضيوفنا، أبغى أسولف معكم عن هذا التجمع الرياضي الكبير اللي صار في الرياض. نعيش هذه الأيام أكبر حدث رياضي وطني في تاريخ المملكة، حدث جداً كبير، أكيد أقصد دورة الألعاب السعودية اللي ما شاء الله مكسر الدنيا وما في أحد ما سمع فيها، ومعنا اليوم أحد أبطالها، ها يشارك فيها أكثر من 6000 لاعب، تخيلوا، وقيمة جوائزها 200 مليون ريال، مبلغ ما شاء الله، الكل عينهم على جوائزها. أول سؤال، كيف الأجواء يا دلال طالما أنت لعبتي فيها؟ قبل الفوز ولا بعدها؟ ها؟ أثناء أثناء أثناء. لا كان جو جميل صراحة، كان ما توقعت صراحة التجهيزات اللي سووها والطاقة اللي أعطوها، بس صراحة كان شيء جميل. يا سلام، مبين من عيونك ما شاء الله مروقة. بعد الفوز. زيد، لو تدخل تحدي مع دلال تتوقع يعني تجاريها بأي لعبة؟ بأي رياضة؟ أنا أقول بستخير قبل لا أدخل معها صراحة، يعني ما شاء الله تبارك الله. أنا بدعي لك بالتوفيق. أروى، لو عاد فيك الزمان، لو عاد إيه، وش ممكن تشاركين في البطولة هذه؟ بأي لعبة تشاركين فيها؟ ما أدري إذا فيها باسكت بول، أتصور على طولي ما يليق لي غير باسكت، أي لعبة ثانية ما تليق، أي شيء للطوال، إيش بعد فيه للطوال في ألعاب القوى؟ باسكت بول؟ القفز فوق هذا كرة الطائرة؟ طويلة ما شاء الله فيك. أي شيء في طول أنا كرة الطائرة؟ بعد لا سباحة ممكن السباحة بعد أي شيء في طول يساعد أنا معاكم وياكم. طيب عبد الله، أنت طبعاً ودك يكون في أولمبياد خاصة بتذوق القهوة. أكيد أكيد في، وفي موجود وموجود بالسعودية برضه. ما شاء الله. أي نعم. في بطولات. وأنت كنت حكم الظاهر فيها صح؟ أي أنا كنت حكم في كذا بطولة موجودة بالمملكة. والفائز من المملكة يتأهل لبطولة العالم. لا أجل، هذه يبغى لها جلسة لما تجي تجلس عندي هنا. لما يجي هذا مكانك تقول لي تعطيني الخبايا هذه وشو؟ ما عندك مشكلة. على فكرة ترى قبل ما أبدأ مع عزيز، عزيز أول مرة يظهر على التلفزيون. صحيح. ما تخليها آخر مرة. ما تخليها. حلفت بالله ما تخليها آخر مرة. لا إن شاء الله دائما يطلع، طالما إنك أو بما إنك ملحن وموسيقار ما شاء الله عليك. الله يخليك. ما قد دخلت الجو الأولمبي بالألحان؟ سويت شيء للأولمبياد، شيء للرياضة؟ إلا في أحد المشاريع اشتغلنا عليها مع نادي سعودي. وش النادي؟ أي نادي؟ ما أدري. اعترف. إذا أقدر أصرح ولا بس. إيه قل لي يا أخي ليه؟ الهلال. الهلال؟ نادي الهلال. اشتغلت قد ولا لا؟ كان مع تدشين الهوية جديدة النادي هلال. هشام أنت هلالي ولا إيش وضعك؟ هلالي ولا؟ أنا مع اللي يكسب. أوكي. لا بس في واحد بالطرف الثاني قاعد. الحمد لله جاني هالرد. لأن لو مو هلالي الله يعينك لين آخر الحلقة صراحة. مو من قلب. في واحد يصفق مو من قلب هناك. هنا موضوعنا خارج التنافس وخارج الأندية. نعم 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 طال عمرك نعم. يا ويلك ولا عندي هنا. أما الآن زميلة صديقة عزيزة منافسة قدم برامج زي مقهور، اتمنى انها تشرفني وتجي في هذا مكانك. اروى تفضلي، هذا مكانك يا هلا والله. ويلكم. كل هالمقدمه الحلوه علي انا شفتك والله عشان
تعرفينك عزيزه. يخليك يا رب، انت عارف انت اخو عزيز، يطول لي عمرك. الله يطول. يلا هات اللي عندك تفضل. مبين مبين المحاضره زين. انت سندي اي قول لي. بس قبل ما نبدا خلونا بعد اذنكم ورونا الفيديو، خلونا نشوفه. ظل انكسرت خاطر وبكيت ماضي وحاضر، سامحني ادري ما تفي قلبك تغير واختلف. ظل انكسرت خاطر وبكيت يا فالح. اختياراتك لاغانيكي انت تتعبي فيها او غيرك اللي يتعب؟ لا اكيد انا اتعب فيها كثير يعني، يعني مؤخرا صرت اشارك ناس كثير، يعني صرت انا احب اسمع وفي ناس معينين ارسل لهم ايش رايكم قولوا لي، يعني هذه من ضمن الاعمال ان انا في ناس عندي معينه ارسلهم ويردوا لي. وما شاء الله ترند الان قربت خلاص تقفل المليون ما شاء الله. اي الحمد لله ما شاء الله، لسه يومين ويعني اقل من يومين وصارت مليون. خلونا ننتقل الى صوره بعد انك، انا ودي اوريك صوره اليوم. اليوم ما في، ما ادري ليش خايفه منك يا اخي، خايفه منك خاصه بعد هالبدايه والماسكات، شيء مرعب. يلا خلينا نشوف. يلا نشوف الصوره. يا يا سلام. ليه بس كذا؟ ليه بس كذا؟ ليه؟ هذه صورة تنس الحفلات الاخيره. تجنن طالعه زي الأول. وهذا الفستان نفس الفستان هو ولا شلون؟ عادي والله نفس الفستان على فكره هذا فستان. وشكرا انت لانه الدنيا انقلبت علي. ما ادري ليش السالفة، أنا مصورة هذا الكليب من قبل الصيف وتفاجأت سبحان الله. شوف الصدف، يعني هذا ماركة براند معينة وبراند كبير، يعني مش مصمم أزياء وسوى فينا مقلب مثلا، لا هذه براند كبيرة وعادي تروح تشتريها من أي محل، يعني مو إنه مثلا معمولة مخصوص عشاني وعشانه. صورت قبل الصيف وتأخر نزول الكليب، نزل الحين سبحان الله، حطينا هذه الصورة الحين وطلعت الفنانة إليسا في موسم الرياض. سبحان الله والله بس أقول لك شيء ما شفناها والله العظيم، يعني أنا منزلة صورة الظهر، يعني أنا منزلة صورة الكليب إعلان عن الكليب. أنت مصورة الكليب يعني قبل بفترة؟ أنا مصورة الكليب في شهر يعني أنت اشتريتيه قبل يعني ميلادي من زمان شارينا. قلتي مو مصمم واحد وسوى مقلب، في مصممين يسوون مقالب كذا؟ اي في ساعات، في مصمم في مصمم يطيحنا في مشكلة يعطيه مثلا لها ويعطيه لي وما يبلغني. صارت معاكي؟ صارت اي اكيد. مثل الالحان والاغاني كذا؟ لا يمكن اكثر في الملابس ساعات، يعني يعني احنا الحين لما نروح مثلا ناخذ فستان نقول له في حد من الفنانين لبسوه عشان ما نطيح في هذه المشكله. انت هذا السؤال تسالينه كذا؟ اي اساله دائما الستايلست مالي لما يروح يجيبه يقول اهم شيء حد لبسه، ما تعطيني احد شيء لبسه، يعني هذا اهم شيء. وفي الاخر هذا على فكره هذا نمبر 1 في هذه البراند، يعني هذا اهم فستان انباع في هذه البراند لهالسنه. يعني اي شفت كيف هو يعني الحمد لله سباطة. اروى يعني كل الكبار لبسوه الحمد لله يعني. الله الله على اجابتك الدبلوماسيه رهيبه. ترى على فكره اروى من النوع اللي اجي لك يمين اجي لك شمال، تجيني فوق انزل لك تحت، تنزل تحت وحبه هذا فنانه. الان على طاري دبي والرياض، انت اللي بتكوني ماشيه تحسين نظره الناس لك اروى اللي قدمت البرامج ولا اروى الفنانه المطربه؟ والله على حسب الاثنين، يعني في ناس كثير اروى نحن نحب برامجك، وفي ناس والله وليش ما ترجع تغني. والفتره اللي فاتت لسبب ما كل الناس جال اروى غني، يلا غني، اشتقنا لك، ارجعي غني، يعني كان في شيء انا حسيتها كانه ساين. حسيت انه انت ظالمه صوتك فتره من الفترات صراحه. اي صراحه بس كان غصبا عني، مو انا اتقصد، بس هذا صار احسن لانه اشتغلت على صوتي اكثر، اشتغلت على اختياراتي اكثر، ورجعت بشكل مختلف. يعني الحين في اليوم قريت كذا ناقد قالوا اروى راجع بشكل مختلف، اداء مختلف، فكان في صالحي صراحه. وما شاء الله عليك يا اروى، انا الاحظ وانا لاني اتابعك صراحه دائما مواكبه الاحتفالات الخاصه بالسعوديه، اليوم الوطني السعودي، دائما انت مواكبه وتنزلين اغاني خاصه فينا. هذه القلب، هذه السعوديه القلب. السعوديه هذه القلب، السعوديه صاحبه الفضل على اروى. كيف ما نكون في احتفالاتهم، كيف ما ندعي دعوه يمكن الله يستجبها لنا حتى مهما كنا صغار في هالكون، انه يحمي هالبلد ويحمي حكامها ويحمي شعبها، يعني اصحاب فضل على اروى. هذا اقل أكيد. اقل شيء اكيد. الله يطول عمرك ويخليكي، وانت منا وفينا اكيد. طيب الان بس ودي انتقل من اروى مقدمه البرامج الناجحه ومن اروى المطربه الناجحه الرهيبه، اتكلم عن ايمان المهندسه. على فكرة كلكم مهندسين اليوم صح ولا؟ ايه ما تدري وهو بيهندس علينا، يعني احنا كلنا مهندسين. ها هو بيهندس ما شاء الله انت دارسة ما شاء الله ضيوف. انا حاسة ان انت جالس في كلية الهندسة يعني مو في هذا مكان. اكيد اخر الحلقة محضر المهندسين، يا ويلكم يا سواد ليلكم، يا حاضر لكم شيء رهيب. جاهزين يا بياض ليلكم طبعا، خبصت انا. طيب يا ست الكل، يعني انا ودي ارجع للهندسة، يعني اسمحي لي ومخرجنا خير
عارف ان طبخينها سوا انا وانت الله يطول عمرك، نبي نشوف مجموعه صور ونستفيد من خبره اروى المهندسه معماريه، هتكون خاصه بالعماره والمدنية. معماريه حنشوف مجموعه صور وراح اسالك عن كل صوره. الله يستر. اي الله يستر. الان على حسب الصوره وانت بنظرتك كمهندسه تقولين والله هذه الصوره وهذا البيت من ناحيتي انا كمهندسه يمشي او يتناسب مع الفنان الفلاني. اوكي هذا البيت ماجد المهندس اكيد. ماجد ليه؟ رواق كذا وكلاس و او جالس على الجاكوزي اللي بالمسبح. يعني كول كذا وكلاس وهالامور. ايه يلا اللي بعد. وفلتر تناديك. تناديك اي هذا هناك عشان يجلس على حفه الحمام السباحه تناديك هناك على طب نشوف الصوره الثانيه بعد عندكم. اوه هذا المكان هذا مكانك لمين تقولين؟ استاذ خالد عبد الرحمن الفنان خالد عشان كانه بلبر. ها لا لان الفنان الكبير خالد عبد الرحمن تحسه انه هو مرتبط جدا بالشعبيه والبساطه يعني. وبالطبيعه فيبغى له حجر وعارف هالامور عارف الامور هذه احس يليق له هالموضوع. نشوف الصوره اللي بعد. هذه على المحيط هذه حلوه. فكري زين تكفين يا اروى. افكر زين. على اونا على دول فهالوضع فهالوضع اصاله حبيبه قلبي فيوقه هن الاثنين لازم يجي. لانه اكثر حاله رومانسيه هاليومين هي فايو واصاله. سمعتوا شيء كذا على الماشي ها؟ فبيقعدوا هونيك اكيد. اللي بعده؟ طيب يلا نشوف اللي بعده. يا سلام. هذا المين طيب؟ اقدر اساعدها. قول يساعدني. فيروز. ها؟ فيروز صح؟ فيروز. فيروز؟ اي طبعا اكيد. على فكره يمكن بيتها اصلا هذا يمكن هذا بيتها بس ثاني اكبر. طيب انت فيروز يعني تحب تكون بين الناس وبين اهلها وانت حطيتيها بهالشتاء. لا مين قال لك؟ لا بالعكس في الارزيت وفي الشجر وفي انت راجعت الاغاني فحطيت بناء على الثلج بناء على الاغاني. اي بعد انكم ودي انا كمان اشوف تغريده لاروى. يا ويلي إيه انت ما شاء الله نشطه معرفتي بالكره انها شيء مدور والناس ايش تتخانق عليها. صحيح. في احد مثلي كويستشن مارك مع حزن. صحيح. انت حزين لانه انت مالك علاقه بالكره. مالي علاقه بالكره ابدا عادي مالي. طيب شو بتسوي كاس العالم جاي والدنيا عادي مجلوبة. لو عارف انا كاس العالم بالذات حالتي كذا اول شيء اتجاهله تماما اجي في النهائيات. سو النهائيات اروح مثلا اذا مثلا في كافيه ولا في مكان في جمعه اشوف مثلا سي ايطاليا والمانيا او شيء مالي دخل انا بالاثنين. أشوف في الأول إيش بعدين إيطاليا بعدين شوفني أشجع كني واحدة أصلاً من إيطاليا معي الجنسية أنت تحب الدار فالإيطاليين تتحب لو عادي ما وعادي ممكن أشجع ما يكون هم اللي فوتين الجول ممكن يكون الثاني أبغى بس الحماس عارف جو الكرة يعني جو الكرة ما أدري إيش وحتى في الكرة الخليجية للأسف أنا نفس الشيء ضايعة ليه وش فيك يا أروس ما عليك ما أعرف يعني. ما أعرف وتزوجت واحد بعد الكرة يعني رغم إنه زوجي مسوي أهم برامج الكرة ولكن يعني أوكي ما هو متعصب يتابع ويفهم وش يشجع عبد الفتاح لا والله ما أعرف والله ما يا بنت الحلال لا والله ما أعرف ما عندي فكرة شوف لهالدرجة أنا لهالدرجة ما أفهم في الكرة إني حتى ما أسأل طيب ودي ألعب نشاط معاكي بعد إنك يا أروى حلو دمه خفيف والله زين انت كل شيء عندك دمه خفيف اي والله بنت الحلال وناس البرنامج معاك قولي شفتوا هذا الزر طبعا مو بزر صاروخ ولا شيء هذه اللعبه اسمها الراي والراي الاخر اوكي راح اقول لك موضوع أوكي. او شخصيه اوكي تمدحينها اول ما اضغط الزر تقلبين عليها اوكي يعني اول شيء تكوني مع اقلب اوكي بس ضد او ضد وبعدين اقلب اغنيه وش رايك فيها رهيبه لا والله شينه الله يستر اوكي الله يستر اوكي لعبة الرأي والرأي الآخر مع أروى الموضوع الأول عمليات التجميل لدى الرجال وش رايك فيها؟ والله أنا أشوفها أنها عادية ولازم تنعمل ولازم كل رجال يلجأ لها إذا هو في احتياج لها بس وش ذا الرجال اللي يروح يعمل عملية ترى ما يستحي على وجهه يروح وش وإيش يعني لازم هو عارف يشتغل على نفسه لأنه زي أي وحدة يعني لازم يروح وشوف دكتور كويس وأنا أشجع صراحة قلبا وقالبا بس عيب علي إنه يسوي لأن أحس خاصة لو صار أوفر عارف لو صار أوفر وصار أوفر فيها أحس يعني ممكن تمس رجولته القصة وتتشوه صورته قدامنا يعني آخر لوك الأصالة والله آخر لوك الأصالة آخر
اخر لوك الاصاله يجنن طبعا، طالع زي القمر وحبيتها كثير في هاللوك صراحه، وما كان مفروض توصل لهالمرحله عارف انها لهالدرجه تسوي تجميل وكل الناس تتكلم عليه، الله يستر هذه تتخذ ترند. فما المفروض ما توصل لهالمرحله صراحه، يعني تو ماتش عمليات تجميل صعبه جدا حتى سوت حتى الجسم حتى ما شاء الله نحتته جسمها ما اشوفه حلو صراحه، لانه ما حلو لما سوته بهالطريقه تجميل، بس يجنن يجنن جسم وشكل ووجه ما شاء الله، كمان صوت وشكل وجسم رائع. اصاله حبيبه قلبي، صوره هيفا وهبي اللي كسرت الدنيا. الكاميرا ظلمتها طبعا، اكيد الكاميرا ظلمتها، اكيد الكاميرا ظلمتها والاضاءه، كلنا عارفين يعني في هالمجال انه الاضاءه ممكن تخرب اوجه كثيره جدا، فهي مفروض يعني كانت تطلع احلى من كذا، تهتم شوي بالمكياج يعني، انه الصوره صراحه طالعه يعني طبق الاصل يعني، مش معقوله بهالطريقه تطلع لي. بس تجنن اموت فيها واحبهم كثير. طالعه مثل لا هي اصلا هيفا جميله يعني ما يحتاج، اكيد كانت مشكله ومشكله إضاءة جواهر احلام. اي جواهرها، اي حبها للجواهر وانها تخلي الناس يشوفون جواهرها شيء حلو طبعا. طبعا شيء انه الله ينعم عليها والله رازقها واشوفها صراحه يليق لها، وهذا صار الكاركتر الحلو مالها، كنا نحب هالكاركتر بس تو مش جواهر وتو مش تلبسهم فوق بعض، لا بس حلو يليق لها صراحه، انا احبها بس تو مش يعني، ليش الخاتم مع الحلق مع الاسوار مع، بس يليق لها لانه تعرف تنقي هالقطع عارف، تعرف على ايش، بس مش حلو هم على بعضهم تنسيق سيء صراحه. اشكرك. لا 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 خلصنا، اقوم من هذا مكانك اللي طيحته. لا بكيف العكس. خلونا نشوف الصوره بعد انكم مخرجنا. يا ويلي. طيب هشام مساء الفل، انا من ام بي سي مصر، بنعمل برنامج جديد بتقدمه اروى، محتاجينك ضيف معانا. على فكره هذا الموضوع صار معي شخصيا، اوكي مده تصوير ساعه، ايه رايك؟ انا رديت اهلا امتى وفين، قلت التصوير في دبي يعني صد رد، والحمد لله الحاسة السادسة عندي رامز قال النجم اليوتيوب طلع برنامج رامز كانت حتسوي مقلب. تخيلوا يا شباب الحمد لله نفدت انت سبحان الله، قلبي يقول لي لا لا تسافر، لا الوالدة داعيتك، انا بتبع قلبي بس ما علي من الناس. طب سؤالي ما يعني مشاركتك فيه، انت ندمانه على المشاركه ولا لا؟ اضافه رائعه كانت، مبسوطه جدا جدا فيها، وكانت تجربه رائعه، وكسبت فيها جمهور اكثر من جمهوري وجمهور جديد. ما خسرت فيها اصدقاء فنانين؟ لا بالعكس، اقول لك مش انا اللي قاعده اسوي يعني، هو اللي بهدل العالم، اي يزعلوا مني انا ليش يعني؟ انت الطعم اللي بس النار. لا 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 بالعكس، لا والعكس، هو اقول لك شيء، هي الترتيب كان كذا، انا اجيبهم هو يسوي المقلب، هو يعتذر لهم بعدين يصير طالما رضوا انا قصتي عاديه، انت الحمد لله امرك انا اطلع في الاخر كمان. بعد ما يعتذر لهم انا اطلع بالاخر. طيب دائما السؤال اللي محير الجميع، هل النجوم فعلا يعرفون؟ لا والله لا، على السيزون مالي انا ابدا ما يدرون؟ ابدا ابدا على السيزون الان انا مالي دخل بغير شيء، بس علي انا ابدا، ودخلت عليهم وفي ناس تفاجئ انه كيف انا اصلا اكون في برنامج رامز، لانه انا جديه جدا، فعشان اسوي في حد مقلب يعني انه صعبه. نفدت انت، لا انت ما شاء الله ببرامجك يا اروى يا طويله العمر، الله يطول عمرك، اسئلتك قاسيه. لا مش دائما، الا والله تطلعين كذا جالسه وتضحكين. طب نبص على الصوره دي ونحط الصوره وتزلخينه بسؤال وانت لا، لا انا مو كذا وانت لا، انا حسيت انت مع ضحكه ومع طق رقبته تاخذ سكوب تاخذ انا سكوب. انا قبل بطريقه كوميديه لا في كثير يقولون هذه الملاك، هذه النوعيه من البشر الدين عليهم اللي يقولون هذه النوعيه من البرامج باسمها انا احنا جايبينك بفلوسنا اعطينا ترندات. لا لا لا, لا, لا هذه مو مدرستي ابدا ابدا ابدا، وبالعكس انا كثير ضيوف احس انه في شيء ممكن يسيء لهم ابتعد عنه تماما، وضيوف يجون سبحان الله ما شاء الله عليك اسئلتك بالصميم، بس ما حد اعترض. سؤال ثاني سريع، هذا السؤال صح ام خطا، جيل بلقيس وفؤاد عبد الواحد تفوق على جيل اروى ووعد ورويد المحروقي؟ لا اقول لك شيء، كل واحد عنده تاريخ، هم تالقوا في مجال معين وكانت السوشيال ميديا معاهم ولهم جمهورهم اكيد، بس ما في احد يلغي احد يعني، ما في الحياه احد يلغي احد، في ناس بتنجح وليها فتره نجاح وفي ناس موجوده، بالعكس انا اعتبر ان انا مثلا انا ووعد خاصه، واكيد اوجه لهم كلهم التحيه،
انت عشان تستمر كل هالفتره ترى مو بسهل مع كل التغيرات اللي جت، مو بسهل ابدا. فلا ما حد ياخذ مكان حد، هم تميزوا ونحن تميزنا ولا زلنا نتميز. كمان سؤال صح وخطا، يعني الجمهور معجب فيك اليوم، اي كلمه تقول؟ احبكم انا احبكم بعد صبقه عشان تقهروه. لا والله انا والله اللي معجب فيك باسلوبك وطرحك. طيب طرحي ويلا. طيب زواج وفاء الكيلاني من تيم حسن، صح ام خطا؟ اضاف لها وهج بعد ما كانت يعني ما اعرف انا ايش دراني والله. جت تسالني على سؤال ما اعرف انا وهجها ما وهجها مالي. وهج وش فيهم الناس؟ قال لك وهج اللي هم متوهج. زواج النجوم انت معه ولا ضد؟ زواج النجوم على حسب والله، على حسب. في بعيونك كلام بس ما تقدر تتكلم. خلني وهجها ولا ما وهجها؟ قولي قول. اسالني بقى السؤال الرهيب. طيب انا طب خذ السؤال ده. برنامج نورت، في وجهة نظرك مين قدمه افضل؟ انا قلتها، انا قدمته افضل، ما شيء يزعل ابدا. عجيب طبعا. يا سلام الله يشكرك والله العظيم. لا انا استمريت اكثر من سنه، ويعني يعني استمريت، وكان وجه تحيه طبعا للاستاذ الكبير المخرج الاستاذ باسم كريستو، يعني ألقنا مخرجنا طبعا، وهجنا وهجنا. لا يعني يعني لا شك ان انه هي طبعا نجحت، بس انا نجحت بشكل مختلف تماما، يعني نقلت البرنامج لمكان ثاني. على طاري الاعلام اللي صاير والاخبار الاعلاميه واخبار الفنانين، خاطري خاطري تسالني سؤال. ايه اي والله. صح ام خطا؟ عمرو اديب وزوجته لميس الحديدي استغلوا موضوع شيرين اعلاميا اكثر من اللازم. اي انت وش صح ام خطا في وجهه نظرك؟ اصلا جيتي في اثنين انا اموت عليهم، عمرو ولميس اموت عليهم. ثاني شيء انت كاعلامي لو جت لك فرصه على صحن من ذهب تقول لهم لا ارجوك ما اريد اتكلم في الموضوع؟ اكيد لا. واحد عنده استعداد ان يتواصل وياه، وفي موضوع ضاج في الاعلام وضاج في الدنيا وناس تبغى تعرف الحقائق، اول شيء طلع فلانه تكلمت، هذاك يبغى حق الرد راح اتكلم. خليني بعيد عن لميس وبعيد عن طبعا محفظ الالقاب لهم وعمر، انا اقول انه اللي جالس يصير بين المتزوجين في هالفترة صار شيء مقرف. صحيح. صار شيء جدا مقرف، وشيء ما عاد فيه خصوصية، حتى جتنا هذه كمان يعني خلينا نقول كمان دنيا بطمة ومحمد الترك كمان يا جماعة، يعني إنه خلاص في شغلات المتزوجين لازم يخلوها بينهم. يعني تريد تسبينا، يريد يسبك روحي عند البيت وخبطي الباب وقولي لي اللي في راسك، بس ما تقولي على السوشيال ميديا. إيش الاستفادة يعني من الموضوع؟ وانا صرت استهي في نفسي، يعني انا كل ما افتح السوشيال ميديا الاقي هالاخبار هالاخبار. طيب وبعدين احنا عايشين صرنا على اخبار طلاق هذا وزواج هذا وهذا يثبت. انا شايفه اتس تو ماتش، وما يعني بالعكس احنا كنا دائما متربيين على انه اللي داخل البيت يتم داخل البيت. اللي صاير صاير تو ماتش، صاير يعني مقزز والله، صاير مقزز يعني مقزز. لهذا السبب بكل حب أقدم هذا الميكروفون لزميلتي أروى حتى تطربنا على المسرح. مش حتغنينا طال عمرك الأغنية اللي أنت تحبها، الأغنية اللي أنت تحبها. يلا من فين أجيلك ومن فين أرجع؟
مفتوح من دمع عيني يكون باب السماء مفتوح يا رب ارحم وداوي قلبي المجروح يا رب ارحم وداوي قلبي المجروح يا stole my heart you stole my soul you take my breath away you stole my heart you stole my soul you take my breath away what can I say what can I do when you're so far away what can I say what can I do when you're so far away مشاهدينا من جديد مع هالاغاني الحلوه في هذا مكانك تتحفينا كل شيء باغاني عجيبه تسلم لي الله يحييكي والان جاء دور شخص رائع فنان ملحن دائما شغله ما نشوفه بالواجهه هو خلف الكواليس نشوف اعمال رائعه نسال مين اللي سواها يكون هو موجود وراها يا هلا وسهلا وجاء دورك انك تكون في هذا مكانك يا هلا والله يا عزيز سليم تفضل ما شاء الله عليك هذه جلسة واحد أول مرة بحياته يطلع تلفزيون محترف يا رجال الله يخليك مستعد نعم عليك مستعد نفسيا جاهز لك تماما كله تمام كله تمام طب أنا بعد إذنك خلونا نشوف هالفيديو هذا وارجع لك فيه يلا ننطلق الموسيقى التصويرية هذه يا عزيز يعني معقولة كلها من الطبيعة؟ نعم صحيح وشلون؟ كيف جتك الفكرة أصلاً؟ هي الفكرة أصلاً كانت أنه في الأعمال اللي أشتغل عليها غالباً أحتاج أستخدم بعض الأصوات سواء من الثقافة ولا من التراث مثل إيش؟ وش الأصوات اللي تستخدمها؟ يعني مثلاً موال سامري مثلاً أحتاج شيء زي كذا إيه بس هذا ما سمعنا موال هنا سامري أحتاج دحة أنا أقول أحتاج مثلاً صوت دحة أنا وش أسوي غالباً؟ أروح اليوتيوب أسحب الأصوات وأستخدمها في الأعمال الموسيقية زين؟ هنا أنا وش سويت؟ أنا قلت تدري لا أنا بروح أسجل صوت نفسي فسويت رحلة كذا سجلت كل صوت قدامي كم أخذ منك الوقت هذا؟ تقريباً هي فترتين مجموعها تقريباً 40 يوم 40 يوم؟ بس كيف جتك الفكرة؟ ليش تتبهدل 40 يوم وتسافر وتروح وتجي؟ لاني اتبهدل وين البهدله اللي لقيت تجهيزات رجال تحس انها سالتي يا اخي يتعب و40 يوم شوف هي اول شيء كان يعني تغيير بعد كورونا ما تقدر تسافر فقلت اثنين في واحد يعني شامبو ما شاء الله اي سو يعني غير جو وابني المكتبه اللي عندك هذه ابداعات الحجر يعني بعد الحجر بعد الحجر اي بعد الحجر لما مفكت الدنيا شويه بس الاصوات اللي انت استخدمتها اصوات بشريه أصوات أنا مسجلها اللحن الأساسي هنا اللي يشبه البيانو هذا مو بيانو هذا فخار فخار إيه يعني مثلا الصوت الأساسي هنا عندي فخار وجرة باب قديم كذا شفت الباب جرة باب قديم إيه شفت هذه مخيفة ذي الساعة 12 بالليل إيه هي اللي معطي الجو كذا الأبك شوية ف
بس وين هذه بيتكم ولا بيت الجده؟ لان دائما هذا بيت الجدات هذا البيت الجديد. لا والله هذا كان قصر عمر القصر تقريبا 600 سنه وال... ما شاء الله الاصوات اللي اخذتها منه رهيب والله. اخذت اصوات كثير يعني مثلا مو بس اشياء قديمه مطار قطار الدمام اخذت منه صوت برضو القطار قعدت ساعتين كذا فوق جسر كذا في وسط البر عشان انتظر اسجل ما ادري ما بستفيد منه يعني بس عشان لو غيروا انا محتاج هذا الصوت وحلاقيه بالمكان الفلاني مو شرط تحتاج يعني شوف لما اتكلم انا مثلا عن مجالي مو بس كله ميوزك فيه الساوند ديزاين فيه يعني لما ندخل على الاشياء السينما وما السينما احتاج مؤثرات كثيره يعني فنشتغل اثنين فهمتك عزيز حبيبي عندي لك تحدي راح اوريك فيديو الفيديو هذا صامت حنا سويناه منتجناه تتفرج عليه تتمقل فيه وبعدها راح اعيد لك الفيديو من جديد وانت تضيف موسيقى عليه مباشره تالف لنا طالما انت انسان موسيقي ورائع ولك الحق تستخدم دي جي سكوب اسمع كلامه دي جي سكوب تستخدم البيت اللي تبي عشان تعمل اختبار قدرات ها ولا اي 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 طيب اوكي اي اختبار القدرات اولمبياد الحق انت مبسوط واضحه فيديو صامت حيحط عليه ابداعاته بعد ما يشوفه ونشوف اذا سويها ولا لا يب. فنان ولا لا ابو 40 يوم يلا نشوف الفيديو زي ما انتم شايفين فيديو صامت ما في شيء صحراء لقطات السماء الشمس تشرق سلو موشن دلعناك يعني فعلا الشباب اللي اعطوهم العافيه تعبوا وهم يجمعون هاللقطات صحراء انيميشن جلس يمشي اطفال جالسين طالعين طفشانين من البيت طالعين برا مكمل الانيميشن فالجو العام حلو صقر بالسماء شفت كيف الصقر سلو موشن العالم السعوديه طبعا الرياض ها الفتره المسائيه بالرياض ابو الهش ها صعب مره ابو الهش انا كل الفيديو كوم واللقطه حقتي ما ادري ايش بيسوي فيها انا عارف في لقطه ابو الهش ايش بتحط انا بقول لك تنن 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 هذا الفيديو ايش رايك طيب يلا نجرب تبي تجرب ترى صعبه ان شاء الله والله صعبه دي جي سكوب الرجال اللي يطلبوا منك تحضر لي ارجوك رجاء خاص وش تبي من دي جي سكوب هذا جي ماينر خليه حمي انا معلمته توي اسمع جاهز يلا يلا اوكي انا اخترنا كل شيء تمام دي جي سكوب جاهز يلا. مخرجنا جاهز روح يا مخرج يلا يلا خلاص جات ببالي يلا بدا كذا على على الهواء مباشره لا بس يعني ايه اعطاك بس يعني إيه انت لما تشوف فيديو على اي اساس تقول والله انا ابي الجو الفلاني يدخل فيه شوف هو يعني هي مشاعر من الاول والاخير لازم الشيء يعني زي اللي تشوفه انت إيه؟ لازم اللي تسمعه يكون يشبه له يعني تخيل لو صوتك الحين انت مختلف يعني صوتك صوت زيد في غلط بتنتبه فجاه صح؟, صح صوت الباي والتراي ما ابي يا حبيبي انا مبسوط بطولي انت تسدد وتقارب يعني شلون تشوف شيء وشلون تحاول تطلع صوت يشبه له مبدع رهيب اتمنى دائما تكون ظاهر مبدع من خلف الكواليس حبيبي عزيز الله يعطيك العافيه وشكرا والى مكانك والحين جاء دور دلال المؤمن هذا مكانك ما شاء الله عليها المركز الاول ها وجائزه المليون في دوره الالعاب السعوديه احنا قلنا ما نتكلم المليون لا والله اول شيء ابدا فيه
طبعا مليون مليون كنا اخذنا نسبه على فكره بطل من اول ما دخلنا نسلم 10% كل اللي جالسين يقولوا ماذا فعلت بالمليون؟ ما الذي تنتوي ان تفعل به؟ كيف اللغه العربيه ماشي؟ والله لا عادي عادي بنت حلال وش ناوي تسوي بالمليون؟ وش ناويه؟ ماركات سوليتير ساعات سفريات راحت المليون خلصت المليون ساعات خلصت المليون لا الا 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 لحظه يا ليت عندي على حاسبه ما عندي اصبروا لو قلنا احسب لك عمر يحب يحسبها وبياخذ النسبه وبعدين ابو خرجنا بالله احسب معي احسب معي خاتم سوليتير كم؟ اربع قيراط نص مليون اربع قيراط اللي جت قطعه واحده خلاص لا ليه؟ والباقي تروح فيهم رحله نص مليون خليها خمسه قيراط نص مليون ساعه ماركة معروفة مرصعة بالألماس 250 ألف أي بالضبط هذه كم صارت؟ ما بقى شيء خلاص 750 باقي 250 دقيقة ثلاث شنط من ثلاث ماركات لا والله لك والله خليتها لك خليتها لك ما تستهويك الساعات لا لا كمل كمل هدية هدية مهمة لأبو الهش الله الله من يسلمك ويطول عمرك ساعة ثانية لأبو الهش ساعة ثانية والله راحت المليون ولا طلعت المليون قليله والله شفت شلون اقول لك شيء هشام هي يمكن قليله بس المكان اللي اخذتها منه تعتبر اكبر مليون ممكن اكيد طبعا 100% اكيد صراحه يعني كيف الاحساس احساسك اول ما اخذت المركز الاول شوف كان فرحة يعني بشكل شيء مو غير متصور وللحين اقول لك انا مو عايشه الجو بعدي نمتي ذيك الليله ولا ما نمتي انا فرحه ما نام خلونا نشوف الفيديو بعد اذنكم المليون المليون عجيب والله يا دلال دلال ضياء المؤمن تتقدم الاستاذ اضواء العريفي وكيل التخطيط الاستراتيجي والاستثمار لتتويج اللاعبه دلال ضياء المؤمن بالميداليه الميدالية الذهبية على مستوى المملكة ألف ألف مليون مبروك طبعاً يعني وش أقول قول في شغلة كذا تقرقع بقلبي ألاحظ كثير من الناس تركيزهم على كرة القدم مع أنه الألعاب الفردية ما تقل أهمية في رفع اسم الوطن أنت حاسة بهالشيء ولا لا؟ لا لا شوف ترى الألعاب هذه موجودة بس الاعلام فيها مش موجود انت حاسه ان الاعلام ممكن ما يكون ممكن. يكون مقصر معك شوي اما ترى الالعاب هذه موجوده احنا كنساء كسعوديات ممارسه هذه اللعبه جدا جدا يعني جديدين وتونا مبتدئين بس كرجال لا موجوده من زمان يعني مدربنا نفسه لاعب اولمبي من 20 سنه يعني ممارس في اللعبه موجوده اللعبه بس الاعلام فيها سعوديا مش كبير واللي يميزها كمان ان الدوره هذه دوره الالعاب السعوديه يعني قديش الواحد مبسوط انه صارت السعوديه وجهه للالعاب ايضا العالميه. اي صحيح هو اساسا الهدف فيها اظهار اللاعبين السعوديين انه بيننا ابطال شوفوهم اهتموا فيهم بالعكس استثمروا فيهم. بس ما شاء الله عليك اختيارك شوي عجيب انه رفع الاثقال. لا لا هشام انت لاحظت لا اسمها ولا طريقتها ولا شيء له علاقه باللي تسويه اصلا يعني دلال وما شاء الله شخصيه ناعمه وانوثه كلها وبعدين فجاه تتخيل هذاك الشيء. دلال كم كيلو كم كيلو شلتي؟ على حسب الرفعة طبعاً بس أعلى أعلى وزن وصلتي له؟ أعلى وزن مجموع الرفعات حقتي 145 كيلو يما كيف كذا تزعل؟ عجيبة والله حد ما شاء الله عليك بس الموضوع مو بيوم وليلة يعني بعد تدريب سنين يعني الحين أنت القوية فيها الخطافية ولا الثانية ذي أم لا دائماً الخطافية هي اللي عطول كذا صح؟ الخطف دائماً وزن أقل يعني عند اللاعبين الكلين أند جيرك هي نقول النتر أي. وزن أعلى تكون أنا كذا أحس إنه بينكم شيء ودي ألعبكم لعبة سوا تكفون أنا أقول يعني لا 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 ولا لا 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 الله يزعل مين أنا قلت ما يصير كيف ما يصير كذا ما بيأخدش أنا صاحب المكان في أشياء في لعبة اسمها ساعديني يا عضلاتي تحدي أبى أسوي بينك وبين أبو عضلات في شنك هذا زيد جاهزين ولا لا جاهزين إن شاء الله أنت إن شاء الله إنك تفوز كلنا كلنا مع كلنا مع دلال ولا لا قولوا ايه يا جمهور ما تكفون قدامي على المسرح تفضلوا في جائزه ولا لا ترجمة
بكل بساطة يا جماعة الخير. أنا دقيقة استعد. التحدي هذا اسمه تحدي ساعديني يا عضلاتي. مين اللي حيساعدك هنا؟ لا سمعتك، لا اسمك، لا حب الناس لك، عضلاتك اللي أنت كبرتها من خلال الأكل السليم والرياضة السليمة والأمور الطيبة، مو بالتمالح صحيح. طبعا أكيد ها. فاللي حنسويه كالآتي، هذه كل واحد منكم راح يمسكها بيد ويرفعها بهذا الشكل. هذه دلالة تمسكها بأصبعها يعني هذه. ما شاء الله عليها. شكرا. قولي ما شاء الله يا بنت الحلال نبيها تفوز. تمسكها بهذا الشكل، اللي راح يتحمل أطول أو اللي ما يقدر يتحمل وينزلها أول راح أسأله سؤال، راح أخيره ما بين سؤال أو شرط يسويه. أيوة. جاهزين؟ جهزوها كذا بهذا الشكل. يلا. أول ما أقول 3-2-1 حترفعونها. خلت تختار اليد اللي تبغاه عشان ترتاح. كذا حتشيلين مو كذا؟ لا ما أقدر. لا مالي دخل. والله. هذا لا أكيبك. جاهزين؟ جاهزين. 3-2-1 ارفع. يا رب يا رب. قولي الله. يا رب. من اللي متماسك؟ من اللي متماسك؟ تكفى انهزم. ها؟ أنا كذا بنطول. بدت يبدأ. شوف الجلسة. لا 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 تذكرني. يبدو جلسة ترجع. الله عليك يا دلال. دلال الجمهور يا أبي دلال. أنا أبي مين نعرف؟ أنا أبي الأكشن، أبي الأسئلة، أبي الحركات. مين؟ مين يا ترى؟ يا ترى مين؟ قلبي، إحساسي، دلال تماسكي. شايلة 145 كيلو، هذه 4 كيلو. تعبانة ما تقدر. أنا سامح لها. قلبي. ما لي دخل. إحساسي، قلبي. لازم أكلم مدربي. كلكم الوقت يمر. أبى أضبط شماغي على بال ما يمر الوقت. يا سلام. شوفوا شلون. شوفوا شلون. أضبط شماغي. أدلع نفسي. حجر ورقة مقص. يلا. حجر ورقة مقص. لا مد يدك. مد يدك. مد يدك. مد يدك. قدام. أعلى شيء. مد يدك. تمام. قلبي. إحساسي. جاتني الإصابة على مين؟ الإصابة. نعالجك على حساب هذا مكانك بحد أقصى. 500 ريال. يلا يلا يلا. من البناء انهزمته هي القهر. قهرني. لا بس انا بقول شيء، مجرد اني اقف معها هذا شرف لي والله. بطلة مثلها والله العظيم. تبين سؤال ولا تحدي؟ تحدي. تحدي؟ خلينا بالأسئلة. الله على التحدي رهيب. والله تحدي فظيع. شيء رهيب. تعال بصديق. والله اتصلي على اختك وقولي لها انك انخطبتي في المول وايش ايش وقولي لها انك انت اعطيتي رقم الخاطب. قولي له خلاص يلا دق على اختي وخلينا نشوف ردة فعله. ما راح ترد على اختي. ما راح ترد. اذا ما ردت خلاص امورك طيبه. التلفون هناك يا جماعه. عدي نجيبه. جابوه. انخطبتي في المول. انا قلت لك اقلبي. اتصال قاعد اقول لك اقلبي. ما تسمعون كلامك. يا رب. دق على رقمي مقفل. ما لي دخل يا دلال. ازهمي اتصلي. سبيكر. سبيكر. دق. راحت على. راحت. ما ردت. راحت راحت راحت. اشكرك. شو اسوي الحين؟ اشكرك. خلاص هشام بيموت قهر الحين، ما يعرف ايش. اتصل على صديقتك المفضلة. أنا أشيل عنها. ما في. تسمع ردي ضخ. سبيكرتك فين؟ سكوت. هاي بيبي. أهلا أميرة. وأنا في المول كلمني واحد خطبني وعطيته رقم تصرفي. أوكي. أوكي. والله انت جاهز. ايش الفزعات قاعد تحكي على طول؟ اوكي. احس انا قلت لك بتسمع اشياء يعني زين الحمد لله ما سويتها. والله الصديقه ذي كيف بالله يا رب صديقه. لا 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 اعتمدي عليها. رقمها انا ابغي رقمها بعدها. عبد الله كيف الاخويا؟ والله رهيب. متزوجه صاحبتك؟ عشان كذا مبسط. قالت صرفيه اخر شيء قالت اوكي. مشاهدينا فهم الموضوع غلط. راجعين لكم بعد الفاصل نشوف شو الوضع. تفضل. تغير واختلف ظلم.
هلا شرك صار عجيب هذه ها عبد الله ايوه هلا بالهذي هلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد في هذا مكانك عيونك فيها كلام بس من قادر انتزع المعلومات مقهور لا والله انتزع يا اخي عادي انتزع لا انتزع قول انتز... لا انا بك تساعدينا عشان انتزع المعلومات من الشخص اللي على يميني الحين اللي بينزل لا ننتزعها سوا من الحين ماشي يلا زيد سواده هذا مكانك يا هلا والله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله الله يعطيك العافيه بس اسمح لي هشام اروى مش مجرد فنانه الفن ثقافه وهي ما شاء الله تبارك الله يعني نشوف كثير ناس اصواتهم حلوه ادائهم حلو لكن الفن ثقافه وعلمتنا من خلال الشيء فعلا يعني اجوبه دبلوماسيه تاخذ وتعطي احيت اللوكيشن باك ستيج بوجودكم بوجودكم والله فعلا يعني فن ثقافه وهي بدعت في هالشيء بسم الله عليها نتعلم منها شيء لا انا صار عندي تضارب مشاعر صار عنده غيره انقهر يبغى تمدح فيه لا هو الحين هو الان خلاص لا والله هو كسبته يلا خلاص هو اخذك بصفه الحين خلص انتهينا ما في الا انا الحين حاجه لا لا خلاص انا وياك يلا فريق الله انا كان من اول ما جيتي على فكره وانت جالسه قلت هذه دلال هي معي على طول الخط انا عارف كان يقول غير كذا ترى بس الحين حول غير الحين تحول مثل لا بس جد يا لا شك لا شك عبد الله معي ولا علي تكفى لا انا معك معي اي اموت فيك اي هو ترى يمكن ما سمعت في شيء ثاني بعد عزيز معك من اول الخط يعني سوا سوا ولا ما في سوا سوا مع الاثنين مع الاثنين هشام اقول لك شيء لو سمحت انت هشام انت ما شاء الله عليك حضورك رائع بروفيشنال طيب محترم وضيوفك كلهم ما شاء الله وكل الموجودين في الاستوديو نفس الشيء فوجودي والله اتشرف فيه يا اخي والله مخرجنا بسرعه تكفى باسم شغل الفيديو شغل الفيديو الرجال دجين يمدحون بعض الفيديو شغل خلينا نشوفه يلا انتبهي على الطريق وانت رايحه بنيتي ها لا ابغاك انت توصلني عند الباب ستر يا مرة سترا يا مال الصلاح يا اخوان كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معزم وبنتك يا فهد تتركها هذا فيلم نور ما شاء الله طبعا ألف مبروك على نتفليكس الآن الحمد لله وقبل ما نبدأ ندخل فيه بس الحقيقة رحمة الله عليه خالد سامي صحيح الله يرحمه كان زميل وحبيب يعني والله يرحمه ويغفر له كيف كان الشغل معه رحمة الله عليه مريح تتعامل مع أخ مش ممثل باختصار هذا اللي أقوله لك تتعامل مع أخ كبير يوجهك ما عنده أنا فنان كبير أنت فنان مبتدئ يسند لك يوجهك أحيانا في الأوف يقول لك تعال نطلع نغير جو فعلا أخ كبير رحمة الله عليه تعلمت منه الشيء الكثير يعني الله يرحمه الله يرحمه كيف شفت أصداء الفيلم؟ شوف الفيلم صورناه عام 2018 قديم والله قديم 2018 فعرض في السينما فجأة في البوستات اختفت صراحة ما أخفيك أني تحطمت بعدها شفتها في نتفليكس وعلى الـ OSN وأخذ التوب 10 بعدين رجع للتوب 6 بعدين رجع للتوب 5 بعدين رجع للتوب 10 الحمد لله روقت روقت تستاهلون تستاهلون بالنادي شغال ايه ابي شوف وجودك انت في نتفليكس هو يعتبر نقطه في سي في انت تبغاه من 20 سنه قدام عشان تعرف انت وين ووين واصل الحمد لله طلعت في نتفليكس وان شاء الله في السينما وفي افلام قادمه وانت ما شاء الله برضو بدايتك كانت بالراديو صحيح بديت في الراديو تقريبا سنتين بعدين انتقلت إلى إذاعة ثانية أربع سنوات يعني أنت ملم بموضوع القرقر صحيح ليش؟ الإذاعة تثقف وتهذب وتعلم صح من مسعف إلى إذاعة في ميكس عجيب تغير تنقلت التنقل عجيب من طاط والله ومغذي واحد يضربكم مالك شغل أنا مسعف تقولها يا ابن الحلال أنا مرة جد يعني في ناس إذا المريض تعب يضربني أنا يقول لك أنت دكتور أول ما أني بدكتور رقم اثنين يعني الرجال تعبان لسه ما اسعفنا اسعافات اولويه ففي شخصنا في الموضوع عجيب فانا اوجه تحيه للهلال الاحمر السعودي يعني وللي ضربني
لا بس فعلا انجلدنا كم مره والله والله يكون بعونكم. لا بس الحمد لله كل شيء فجرة. انت الحين بديت تمثيل علي ها والله جزاك خير. طيب انا خلونا نشوف الصوره بعد اذنكم. الله يستر. لا هذه الصوره مشهوره عاد. انتم الفنان القصب الله يعطيه الصحه والعافيه. ترى شعور جميل لما تقريبا انا عمري الحين 32 سنه عمري 30 سنه اكون بطل في عمل مع فنان اشوفه وانا صغير وكنت اسهر على مسلسلاته مسلسل طاش مطاش في شخصياته في الكاريزما فاشوف ناصر القصبي قدامي شيء خرافي. كيف بدات التمثيل؟ يعني كيف لما تكون انت واقف امام يعني شخصيه معروفه وشخصيه انت كنت تحبها وكان يعني يعتبر بالنسبه لك ايقون يعني كيف احساسك؟ كن انت فقط خلك انت وتمشي الامور تمشي الامور على المسرح. كيف تجربتك؟ ما شاء الله اشوفك متنقل انت يا زين. مسرحيه الذيب القليب سويناها عام 2019 في موسم الرياض الاول 40 عرض سوينا الحمد لله. مسرح جامعه الاميره نور 2000 شخص كل يوم 2000 شخص يبغى يشوف انت ايش قاعد تسوي. فاشتغلت مع الاستاذ ناصر القصبي اخر مسرحيه سواها قبل 2019 عام 93 واو. يعني كان عمري 3 سنوات والحين انا معه فشعور بوف. بس في ولا قطع كلام قول شكرا للاستاذ حسن البلام ابو علي اللي اكثر شخص حط زيد في مكان انا ما كنت اعلم فيه. والله العظيم انه صور سناب شات قال زيد سويدة وطارق الحربي معاي في عمل رمضاني وسكر السناب. صحيت لقيت جوالي منفجر حطاني في دور بطوله في مسلسل سيل وهيل. ممنون حسن البلام. طيب لو افترضنا الان يا زيد انه انت عندك عمل معروض عليك واحد من الفنان ناصر القصبي والثاني من حبيبنا البلان كلهم بنفس التوقيت تلبي مين؟ هي معناتك انك انت تختار فلان او تترك علنتان مو معناتك انك تفضل فلان او علنتان. هم اصلا بروفيشنال راح يقدرون انك انت وين لقيت نفسك في اي مسلسل هذا ولا هذا. فاللي يشوف نفسي فيه اروح. ما عجبت الإجابة طبعاً يبغى مجهور. اسم يبغى اسم يعني أبداً إجابة. عيد السؤال عيد السؤال أروى أنت الله يجزاك الخير جيتي ونشرتي الدبلوماسية ها بهالطاولة. عدوى هي عدوى ترى هو جاء أعطاك كلمتين حلوين صرت ما شاء الله عليها وما شاء الله ما يحتاج ما شاء الله عليه ردود دبلوماسية. ما تصيدني والله ما تصيدني واقف لك هنا. طب أقول لك خلينا نشوف التقرير في تقرير لطيف دم وحلو خلونا نشوفه بعد إذنكم. أنتم في أجمل مكان بالنسبة لي أنا سميته سرداب سرداب زيد. أجمع فيه كل الشخصيات اللي أنا أحبها لما أحضر مسلسل أو فيلم وتعجبني الشخصية الشخصية هذه أنتقيها لأنه لما أناظر المسلسل أتأثر مع الشخصية. هذه الغرفة كانت غرفة أختي الله يرحمها فبعد ما توفت الله يرحمها فصارت الغرفة مهجورة ما حد يجيها. فقررت أن مثل ما كانت أختي زها تلون هالغرفة في وجودها حبيت أني ألون في شيء أنا أحبه. والرابط بيني وبينها بهالشيء أن هي قد شرت لي لعبة أودي وأنا صغير فهي الحين موجودة. ليش أنا أقدر هالشخصية بالذات؟ لأنها عاشت معي في الطفولة. الديتيلز كلها فيها عالي حتى لو تلاحظون يطلع الصوت فيها. فعلشان كذا هذه من أغلى الشخصيات اللي موجودة عندي ولو تلاحظون أني أهتم فيها بكل التفاصيل. هي هذه السبب اللي خلاني أبني هالشيء اللي موجود عندي. يعني من القطع النادر الموجودة عندي لوحة سيلفستر السلون عام 1982 في البروفا صور في الجلافز فوقع عليه فبقت منها في العالم 100 حبة تقريبا و 150 حبة. دون كريليوني في تقريبا 3000 حبة في العالم مرقمة رقما. كيف أحصل على الفيجرز وكيف أجيبهم؟ لازم تكون شرس في المفاوضات. فأنا مسوي نفسي أنه ما همني ما هم. لكن من داخل نار. أنت عارف أني مرة رحت الماليزيا 3 أيام علشان أجيب قطعة من دي سي الباتمان مي موجودة إلا هناك لأنه سولد أوت في العالم. المكان الفاضي الموجود في الغرفة أو الرف مثل ما تلاحظون أنا
أعطي تخطيط للمستقبل إيش ممكن ينزل المسلسل، لكن أتوقع أنه خلال سنتين بقفل يعني بعلقهم في السقف خلاص. وش هالقبل العجيب ذا يا ولد؟ هذا شوف يعني والله العظيم إنه غريب، والله شفت فيه كيف ناس عندهم يجمعون سيارات، في ناس يجمعون مسجل، في ناس يجمعون أشياء غريبة. أنا الفيجرز عاجبني بشكل أتعب وأنا أجيبها يا جماعة. يجيك واحد يكتب سناب وإيش ذا يا بزر، أنقهر مرة، لا ليش؟ حرام عليك، قاعد أجمع أشياء حلوة وغالية وتكاسر فيها. إذا كان عندك شغف لا تستحي طبعاً، صح والله لا تستحي. اللي بيجيك يقول لك أنت شغفك جيمز، أنت شغفك سيارات خشب، الله يكرمكم جزم، هذه ممكن تجيب لك ثروة. صحيح. فعلشان كذا شغف القهوة، من كان يتوقع أنه يوم من الأيام بيصير حكم في مسابقة؟ من صح. كان يوم من الأيام بيتوقع أنه بتاخذ ذهب؟ من كان يوم من الأيام يتوقع أروى أنا شغفي نجم. المندي بس ما سويت شيء. أنت عارف مطعم مندي؟ المندي أنا شغفي. من كان يوم من الأيام يتوقع أقول له يريد أذوق مندي ذوب باستا مش ضابطة، ويعني يريد هالمهنة أنا. يعني أنا أقول لك إذا عندك شغف والله أعقلها وتوكل. صح وتنجح فيه. شوف ما شاء الله عليه يعقوب الفرحان بجائزة جوي أخذها، مين تتوقع هالسنة هذه وجهة نظرك؟ إذا ما أخذت السنة هذه أنا بأخذها السنة الجاية. آه يعني حاطة بعيونك. شديد. أيوة. شديد يا زيد. ورونا فيديو الجيم يا جماعة الخير. أنا ما حياتي كلها. أنا ما شاء الله عيني على هال ما شاء الله تبارك. Where you going? Home. Yeah, home. Where's home? Home. A place where I can go to take this off my shoulders. Someone to دلال شفت الشغلة الثقيل؟ قد أنا يعني. يا أخي كم وزن الدمبل؟ أنا عافية بس قولي كم وزن الدمبل؟ حق التصوير. سؤالي طلع عمرك. وشلون انت مالك خلق تروح النادي وتروح كيف؟ ابي احل الشفره ذي وشلون؟ كلمه واحده هو الشيء. انا خلاص لايف ستايل عندي، اصحى من النوم مثل كيف اقول لك بعد ما تاخذ شاور وتلعب كارديو في البيت فطور يعني مثل الفطور. ايه فطور غدا عشاء نادي شيء اساسي، مو بس شكليا للجسم ترى للصحه برضه. قمت اتفلسف عليك صح؟ يعني حسيت انه في حد ايه عرفت والله شوف يعني النادي خلاص حياة. طب عبد الله تحس انه راعي نوادي؟ ايه عبد الله قمت اتكلم معاه الباك ستيج له 3 سنوات واخذ دورات ترى ما شاء الله. نعم. وعزيز؟ عزيز قاعد نحاول قاعد نحاول. لا عزيز في كوكب اخر. عزيز يمرن الوتر. عزيز الحين اشتراكات فقط بس نحتاج نستخدمها. إيه؟ عزيز الحين يحتاج يستخدمها. اروى انت عندك جيم بالبيت ولا لا؟ لا جيم بالبيت لا صراحه. انا لماذا؟ ما احب اسوي قصه انه اسوي تمرين في البيت هذه ما احبها، كذا احب اروح وانزل الجيم واعيش الاجواء وعارف يعني احب هالامور. وكنت والله قويه الفتره اللي فاتت انشغلت شويه بس لا احب الجيم واسوي رياضه وعندي كمان بوستات كثيره واحفز البنات على الرياضه وهالامور. بس الحين اللي يروح الجيم هل تتعرض الكبسه مع العضلات ولا لا؟ طبعا تتعرض 70% من النادي اللي هو اكله تغذيه ولا لا؟ مره بالاسبوع مره بالاسبوع كبسه يعني تتعرض. اي مره في الاسبوع مره يا ابوي حرمت لا هي ورق نظام ورق عنب وتبوله مبين. لا انا لا صحيح كلامه 70% لا بس من اللي يحب الاكل اقسم بالله اللي يحب الاكل شيء. الرياضه تساعده يعني بالعكس حلوه الرياضه في على فكره ترى دائما ما شاء الله عليه زيد وهو يتكلم احسه كاركتر يتكلم يعني بمعنى يحب عنده السرداب عجيب غريب طريقة كلامه فلهذا السبب يا أخي حتى في التقرير المويه هو يشربها كذا إيه وخر على الطريق إيه تحس إنه في طريقة تدري اللي صورني ذلني على ذا الفيديو إيه بيذلني مرة ثانية لا شوف أبغى أقولك على الشغلة عرفت لك لا في عندي نشاط صراحة ودي أسويه معك لعبة كذا عجيبة خلاص جاهز في آر أنا جاهز يلا على اللعب توكل على الله تفضل سهلة. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا تفضل طال عمرك يمين حلو يسار طال عمرك اوكي البسها بهذا الشكل ترى مره كسرت التلفزيون في اللعبه ذي الشك والله عاد ما في تلفزيون حبيب قلبي اللعبه كالاتي معك شيفين شيف ازرق شيف احمر تكسر البوك هذه المربعات اللي حتجيك وممكن يجيك جدار يصفق بوجهك لحظه اذا جاني جدار يعني وش اسوي تخبى انزل تحت الجدار في كامل جسمي إيه. اوكي اوكي ما انت جسم انت ما شاء الله بعدين انت يعني طولك مناسب انك ايش تقدر تراوغ تنمر بلاي روح ادعس وش اسوي الازرق بالازرق بالاحمر بالاحمر
الله عليك يا زيد، فنان رهيب، انسان انسان مشاكس، انت مستر قلبي احساسي. يا سلام عليك يا زيد، انا فخور فيك على المستوى الشخصي. الله عليك، الله يا زكي شان، الله حلو. انا حاسس ان في جدار جاي. الله عليك، انزل على الجدار. صقعت مو وش وديت سويت انت؟ ما ادري، كمل. وينهم؟ وينهم؟ صقعهم وكسرهم. العب الدور يا زيد. يا سلام عليك، لا رائع، انسان محترم راقي، برا بامه وابوه الله يجزاه خير. باقي الدار، اكيد حيجيك الدار. وينه؟ الحين يجيك بوجهك. سريعة يا اخوان، تكفى الدار اصقع فيه. سريعة، ابي اضحك شوي. لا ممتاز والله، شغال. متعود يا حبيبي، سمراء اول. لا لا، خلبوص ما شاء الله عليك. روح، ثلاثة، اثنين، واحد، وين الجدار؟ ما في عاد جدار، خلاص. جدار، انتبه. يا سلام عليك، يا سلام على السيوف اللي انت ماسكها. راحة نفسية. تمرين. يا سلام عليك، لا 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 راحة. بالله وش رايكم يا جماعة؟ يستاهل تقصير، تكفون. استنى استنى استنى، اكتب اسمك او اول حرفين من اسمك. اوكي. او ثلاثة أحرف، بعدين أكتب أوكي. بعدين؟ أوكي. خلينا نشوف السكور. 178، مين أقرب واحد؟ ما شاء الله جسمك فحم يا ولد. قدامي، قدامي. بس كذا في الأداء؟ يلا، وش مستنى يا مخرجنا؟ فاصل طبعاً، راجعين لكم. يا هلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد في هذا مكانك. هذا هو، إيه هذا مكانك، تنقال لكل ضيف وكل نجم يجينا بهالبرنامج. الحين في نجم في مجاله بالقهوة يخلينا نتكيف، وله يعني وش أقول لكم، نسمع منه أحسن. يا هلا والله يا عبد الله، تفضل، هذا مكانك. قهوة. سبحان الله، شيء عجيب والله. وش الأخبار؟ أهلا وسهلا. أمورك طيبة؟ الله يحييك. بس عشان أفهم، أنت تقهوة ويعطونك فلوس صح؟ أي. شلون؟ أعلمهم القهوة حلوة ولا؟ أنت وظيفتك متذوق قهوة. أي، مقيم جودة قهوة. وشلون؟ كيف الآلية؟ السلام عليكم عبد الله، تعال عندنا قهوة ولا شلون؟ أي نعم. أو إنه مثلا قهاوي مختلفة وتعال عطنا الأفضل. يعني انت تروح تذوق، سووا لي يلا كابتشينو، سووا لي اسبريسو، سووا لي اسبريسو مثلا، عدل على الوصفه، لا زيد جرام، نقص جرام، زيد الوقت، نقص الوقت، وعلى هذا الاساس. الحين وش المفروض الواحد، يعني انا اللي فهمته من كلامك انه لما انت تذوق انت تقيم، يعني راس مالك هو لسانك. نعم. سبحان الله، مأمن على لسانك ولا لا؟ لا لسه. لا بس شوف يا اروى، أنا لما يكون رأس مال لساني بالكلام الحلو. لا بس أنا سؤالي كيف يقدموا لها هالوظيفة، يعني كيف؟ أي والله، شلون الواحد يصير مقيم قهوة؟ يعني أنا من حيلو أبغى أكون مقيمة كرك مثلا، أو مقيمة مثلا فاستا، إيش أسوي؟ إيش، وين أروح؟ في منظمات عالمية تقدم هذه الشهادات، وأنا يعني الحمد لله
2019 اخذت هذه الشهاده. كم اللي عدد اللي عندهم هالشهاده هذه؟ قليل بالعالم ولا كثير؟ بالمملكه تقريبا حدود 20 ممكن. 20 شخص؟ اي نعم. هذول مقيمين قهوه؟ اي مقيمين جوده قهوه. اجل ما شاء الله، اجل إيه؟ شغلكم يعني لا الحمد مطلوبين. اي نعم. إيه نعم. والتقييم حول العالم، يعني حتى لو انت بالسعوديه تقدر تقيم جوده. اي برا. ما احس ما انت مركز معي. لا 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 لا, لا. ماني ما مجديه ماليا؟ تقريبا تقريبا. كمان إجابة ما يعني ما عجبتني. هذه الإجابات اللي ما يحبها، يريد رقم، يبغى رقم والله، يبغى رقم، يبغى رقم. في طقوس معينة الواحد ممكن يسويها وقت يعني بعدين بفهم. ألو السلام عليكم عبد الله، شلونك؟ الله يعطيك العافية، بكرة عندنا القهوة حقتنا، تعال قيم لنا. هل في طقوس تسويها قبل ما تروح تدخل عليهم؟ عادة انه تفرش لسانك تدخل صايم عادة ما تعطر مثلا، ما تتعطر لانه يأثر، لانه من من, من من ضمن التقييم انه الشم، مع ان القهوة هذه مفيدة اذا بفصل بين العطور. اي نعم اي نعم مفيدة، بس انه علشان انا اشم القهوة واشوف الاروما اللي فيها او الفريجرنس المفترض انه ما يكون في روائح ثانية متداخلة. يا اخي في حقين اللي يذوقون الشوكولاته مثلا كذا يحطها ويسوي زي كذا. والله لا لا يا حبيبي. اي اي عشان احنا اذا جينا نضحك هات حسب انا الف عليك مضمض كل شوكولاته. ليه؟ لانه اللسان يذوق خمس مذاقات، مالح وحالي وحامض ومر. تدخل عليهم كذا مساكم الله بالخير، وين قهوتكم؟ زينه. اي بالملعقه بالملعقه حول لي كذا وخلاص انتهينا. بالملعقه بالملعقه اي وتشفط شفط يعني تشفط رذاذ زبادي ذا. لا تشفط رذاذ، ما تاكل ما تشرب كانك تشرب شوربه. اجل على كذا ما تنام انت من ضرب هالقهاوي؟ لا والله بالعكس، بعد العشاء تاخذ لك اسبريسو كذا عشان تنام مروق. صار عنده انتي قهوه. اي والله خلاص مقاوم للقهوه هو يشرب قهوه ينام مو العكس. عبد الله شوف هو بياخذ منك الطريقه علشان يدخل في المنع. لا هو لا تعطيه كل شيء صدق، لا تعطيه كل شيء صدق. عبد الله بس للامانه ما في ضغط عمل عليكم؟ تعرف دوامات ما في؟ انت تصحى الصباح مروق يا رجال، اقول لك انا اقوم الصباح وظيفتي اروح اشرب قهوه رزقه. وش هالوظيفه ذي يا اخوي؟ لا 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 العب يعني لا تتخيلها بهذه السهوله. كيف اكتشفت ان لسانك زين بالقهوه؟ من يومي يعني صراحه، وانا لساني زين. شوف الجواب يعني يا سلام دوك. والله العظيم جواب كبير يا عبد الله. طب اسمع، انا عندي لك نشاط حلو. حلو لعبه حلوه كذا. سم ابى اشوف هالخشم وهاللسان ما شاء الله. شوف يا حبيب قلبي، هذه قهوه عندي. ها حلو، وريني قل لي وش نوعها ذي، يعني وش نوعها، من اي دوله يعني؟ اي من اي دوله اشوفها؟ طيب يعني من اي دوله هذه؟ اتوقع يمنيه يعني. حبات نعم. صغيره. نعم نعم يا جماعه يمن. اتوقع شوف مشكك كله الا والله يمني. لا على كيفك. هي من نوع الحبه، من نوع مسجلها الحبة. انا مسجلها من المحل. وريني خليني اشوف. والله ها اصبروا. اي شوف الله قوية. لا 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 اصبر، لا هذه يمكن جت معك بالحظ، اصبر. طيب ابى اعقدها لك. حصل نفسك. واحده ثانيه ها يا زينه خذ. قل لي من طيب وين؟ طيب سؤال، انا بسالك سؤال، وش شميت فيها؟ شميت ريحه بن. والله هذه رهيب. طبعا هذه الحمصه تعتبر حمصه قهوه سعوديه ممتاز، شقره يعني قهوتنا العاديه. طب وكيف اعرف ان من لون الحمص؟ تعرف انه لون الحمص هو يحدد طريقه الاعداد. هذه من اي دوله هذه؟ اتوقع هذه، مو بتوقع، لا اكيد اثيوبيه. اثيوبي؟ ايه. شوف هذه 100% ترى انا شفتها. اشوف ثيوبي. والله ما شاء الله عبد الله مو بسهل. ها شوف معقد القصه، حمسه سعوديه واثيوبي جاب لك. ترى والله للامانه مو مرتب معه والله. طب دقيقه ها يا قوه هذه، خذ هذه. من وين؟ اغلط يا اخي، اي غلطه تكفى. هذه ودي اسويها لك بعد شوي اذا تسمح يعني. ليه وش السبب؟ يا حمصتها حلوه، حبوبها كبار. من اي دوله؟ معالجتها مغسوله، كولومبيه، من ريحتها كولومبيه. أوه. يعني شوف هذه كولومبي؟ اي يعني شوف هذه تقدر تكسرها، اللي قبل شوي ما تقدر تكسرها. صحيح.
شوف هذه تقدر تكسرها. ما شاء الله شوف يا اخي كل واحد له كارو. يعني الحين لو اقول له غني ما شمك هوا يشم. اشوف كولومبي. احنا سوي لنا قهوه تكفى. ابى اسوي لك من الكولومبيه. الكولومبيه اكثر واحده عجبتني. شباب دخلونا بالله العده. وبالله تصبوا هالقهوه وزيدوها وسبوها للنشم ظهور الليل. والله تصبوا هالقهوه. اول شيء عبد الله تكفى علمنا وش السالفه. طيب احنا بنسوي قهوه مقطره. انت عايز قهوه مقطره؟ قهوه مقطره، قهوه فلتر. لا كافي عادي. انت عايز نسويها من هذه القهوه الكولومبيه. يأثر على القهوة درجة الطحن، حرارة الموية، نسبة القهوة للبن. يعني ممكن من هذه العلبة أسوي لك 6 أكواب مختلفة. وطعمها مختلف؟ طعمها مختلف تماما. أنت من هذه ممكن تسوي لي واحدة حموضتها عالية وواحدة حموضتها أقل؟ أي نعم. من نفس القهوة؟ أي نعم. طب ممكن تقول لي الحين جالسين نسوي بالضبط؟ الحين حنا بنطحن قهوة. هذه مطحنة عادية بنطحن فيها علشان بنسوي قهوة فلتر. الحين كم جرام انت حتسوي لنا مثلا؟ انا حطيت تقريبا 16 جرام. ممتاز. بستخلص منها يعني 200 و260 تقريبا. بس كيف اعرف مثلا؟ اقول لي يا هشام اذا شفت هذه الاشياء اعرف ترى ان قهوتهم بنت حلال. اذا ما حليب او من دون حليب. وشلون؟ يعني فلتر كافي ولا بسم الله. انسان ما عندك مشكله، اهم شيء طحنت. ايه يلا يا ابوي ضبط لنا قهوه خلاص. ابشر الحين. انا عندي نظام، اذا زاد الحكي قبل ما يصنع لك القهوه الباريستا اعرف ان باريستته بنت حلال. اذا ما هرج وسوى لك اياه وقال لك تفضل، انا بالنسبه لي ممتازه. الحين جالسين نسوي يا ابو عارف. طيب الحين ابدا عمليه التقطير. بسوي وصفه من عندي مثلا. انا حطيت مثلا مجانيه ذي عشان هذا مكان. الله يجزاك خير. انت بالعاده تاخذ على الوصفات. انت على المنيو كامل. ما ادري اصبعي، ما ادري اصبعي حساسيه طول اليوم عندك. طول اصبعي من جبر المليون هو. اي على طول. انا جالس اشوف 2 من الجمهور الله يعطيهم العافيه مركزين معك، بؤبؤ العين دخل جوا القهوه. شباب صورهم نشارككم الوصف ان شاء الله. كيف 100 الحين؟ مره مبين اشكالكم راعين قهوه. طب انا بقول لك على شيء. عبد الله شغله قائم على حاسه التذوق صح؟ لا خلونا نشوف. جالس يقيم هو الشم. اخي خد بالك من الشم الاخير هذه بيشم. طاحت شعبيلي. اروى اروى اروى. ما تبين؟ لا بلا انت عندك. انا ماني خبير زي الكوره. انا القهوه بالنسبه لي زي الكوره نفس الشيء. تسلمي حبيب قلبي. قيم نفسك عبد الله. يا زينه زينه. لا بعطيك الوصفه. انا بعطيك وصف وانا من الوصفه اللي سويتها. رهيبه كاني يا عبد الله. ابدا ما فيها حموضه عاليه. ممتاز. واحسي كاني شارب شاهي. لازم أيوة خفيفه شوي. ايوه خفيفه. ما فيها اويل كثير او زيتيه كثير. ايش السبب؟ لان طريقه معالجه القهوه وطريقه اعدادها. لعيب والله 100 الله. طالما انه انا وزيد ما احنا مهندسين والبقيه كلهم مهندسين، اسمحوا لي العبكم لعبه مهندسين. اي والله والله تبون؟ اي يلا. انا اي ولا لا؟ اي اكيد. اي يلا يلا. يلا على المسرح امامي. ليش تجي؟ انا قلت مهندسين بس. هذا اتفرج. اي تفضلي. مخرجنا زيد نطلعه فوق ولا خلني عشان مو مهندس. يطلع يلا قدامي. يلا تفضل طلع. حياكم الله تفضلوا. هذا المبنى آيل للسقوط، المطلوب اننا نرممه، نسحب ونحط ونبني. اللي راح يطيح المبنى بيده هو اللي ايش؟ اللي خربها وراح ينهي الحلقه. الله يسامحك. انا لك من يدعى بس لاني ما مهندس ادعي لك. الله يجزاك خير. الله يوفقكم ان شاء الله. مين حابب يبدا؟ لا شغل اروى. انا؟ طيب يلا موضوع مع اروى؟ يلا تفضل يا اروى. نبدا اول واحده نكسر لكم. لا كسر الدنيا كلها. ايوه يلا اسهل شيء. مين؟
دور مين؟ بالسهل. وش بالدور؟ خلاص معك قرب الساعة. بشويش. قلبي. الله يستر. ما يبي لي الحلقة سريعة. طولين. عزيز. يلا. توكل على الله. أنت بعزيزتك في الله تخربها. والله عزيز. عزيز سريع خوف. ما شاء الله إي إي. دلال. دلال عضلاتك مو وقت عضلاتك مرة يا دلال الحين. ما شاء الله عليها سلسة. لا لا امزح امزح واقف يا حنان مستحيل لا 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 لازم 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 يلا يلا والله ما اعرف ما تبي؟ استاذ عمر لا ابدا والله مكانك اخ انت يا ابن الحلال لا تخربه شوفي هذه اللي طالعه هذه لا لا اسحبها مع جنب هذه طلعت وياك ها ومضبطوك بشويش 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 انتوا عضلاتك بشويش والله اخف من الريشه بشويش نبغى قلبي اخر واحده واول واحده سويت اللي عليك خلاص برافو عليك يلا اروى الله يسامحك الله يسامحك يا رؤى ما شاء الله تبارك لا 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 شغل هندسه يا هندسه يلا عبد الله تكفى عبد الله بشويش حاسه التذوق مره ما حتنفعك اليوم والله كلها ماسك يا انت بنيت بيتك قبل كذا عبد الله ولا لا الله يستر ايوه عزيز الحانك يا عزيز عزيز ما ادري اعوذ بالله قرش يدور حول الفريسه يحط عينه على اي يحط عين على اسهل واحده ما شاء الله عليه يصيدها لا بس ولا واحده سهله بس ممكن كيف ولا واحده ممكن هذه بشويش بشويش قلبي احساسي بشويش شماغي صعبها علينا ايه يلا دلال يا وينك يا دلال طقر قبر حققت الذهب وحققت المليون اللون البمبا اليوم حيجيب العيد والله رهيب والله فوق انها رهيب اي وحده جالسه تسالني جالسه تسالني جرب هذه جرب هذه هاي زد يلا هذه اول فوقها شوي 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 انت داخل على تقيل مره داخل على طمع لا خلاص ما تسويها ما تشيلها جدا ما في طلعوه مو مهندس خلوه يصعب بس ايوه انتبه اوبا لا لا شوف يعني احس ترى صعبه ايوه صعبه هو الموضوع بس انت لازم تعرف كيف تمسك واذا جبتها يا اخوي وش هالميكانيكي انت هذه هي هذه هي هنا هنا بس عيد تطلع ها تطلع تطلع شوي شوي هذه صح؟ ايوه روح روح يلا ما لا صعبة لازم تعملها بظرف خمس ثواني أربعة لا لا دقيقة ثلاثة اثنين يو واحد اسحب الحين ما سحب مفروض أنا يعني لا أسويها دقيقة في 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 واحدة ناشفة بس ما عجزت أطلعها هذه هذه هي روح أي. روح قام يدور قام يصير توستد روح أخي مسعف مو معقول يا أخي مو معقول شوف هذه هذه نص دفة طيب دفة دف على قدام ايوه لا 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 اهدى 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 ركز ركز بالعضله ركز العضله بيد واحده بيد واحده اي بيد واحده لا 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 انت ماسك المبنى من اليد الثانيه ها خسرتهم الله يسامحك على العموم مشاهدينا هذا اللي صار بالحلقه هذا الاسبوع من هذا مكانك أروى شكراً حبيب قلبي شكراً عبد الله شكراً يا حبيبي عزيز شكراً جلال شكراً ونشوفكم إن شاء الله بحلقة جديدة من هذا مكان الأسبوع الجاي في أمان الله حطينا سلوموجي معي